يا مرحبا عزيزي مولود الأسد، كيف رح يكون شهر حزيران يونيو 2024 بالنسبة لك؟ فيني سمي لك يا هو شهر الأهداف الجديدة والصداقات الكتيرة. الحقيقة مواقع الكواكب من بداية الشهر يعني بتسمح لك إنك تدخل هذا الشهر، تدخل الصيف يلي هو فصلك، وأنت عم تضحك وأنت عم تبتسم. الحظوظ كتير داعمة، الكواكب بالنسبة لك متواطئة مع أهدافك، مع تحركاتك، الأمور بالنسبة لك إيجابية جدا. كل الكواكب متوجدة ببرج الجوزاء، هذا الشيء بيتيح لك مولود الأسد. أولا المشتري هو كوكب الحظ، من الشهر الماضي دخل هذا الموقع وريحك كتير لأنه وقت كان بالثور كان عامل لك ضغط هائل. هلأ أنت دخلت لوسط جديد، دخلت يمكن مرحلة جديدة من حياتك، رح تكون أكثر نشاط وأكثر تنوع وأكثر حركة، طبعا هذا حتشوفه خلال عام قادم. إضافة أنه الشمس متواجدة بنفس الموقع، مؤشر كتير مهم لسفر، مؤشر لأمور مالية ممكن تكون جيدة، ممكن حتى ارتباطات مالية جديدة أو ارتباطات بعلاقات خارجية قد تكون، أو ربما علاقات جديدة. كتير في كم من الناس ممكن بهذا الشهر تتعرف عليهم أو يعني تفتح معهم شغل، أو ممكن حتى يكون على صعيد شخصي يعني أو اجتماعي. طبعاً عطارد يلي هو كوكبك المالي متواجد أيضاً بموقع مناسب، من تاريخ 3 وصل للجوزاء، فيعني هاي فترة مالياً أنا بشوفها داعمة بالنسبة لك. لاحق أمورك المالية، أمور الأوراق، الأمور اللي إلها علاقة بالسفر، حصراً لمواليد الأسد الراغبين بالسفر يلي فكرة السفر عم بتراودن، أموركن يمكن تمشي بهذا الوقت. يعني إذا منتظرين موافقات أو منتظرين أوراق معينة فممكن كتير تحصلوا عليها. من تاريخ 17 رح ينتقل عطارد لبرج السرطان. طبعا هذا بالنسبة لك الانتقال ما كتير محفز أو ما كتير داعم، خليني أقول يعني ممكن يثير هيك بعض القضايا، بعض العلاقات الشخصية، أو ممكن حتى يكون في قصص مالية أو حسابات مالية أو بعض الأخطاء يلي بتتطلب منك إصلاحها أو المفاوضة عليها أو إجراء بعض التسويات إذا كانت أمورك المالية متعلقة بالآخرين. طبعاً الزهرة متواجدة ببرج الجوزاء أيضاً بموقع مناسب. هل هو الحب يلي بيطل عليك؟ هل هو السحر والجاذبية اللي بتتمتع فيها؟ يعني من قد ما حتعرف ناس بهذا الشهر يمكن ورح يدخلوا لدائرتك المقربة، ممكن كتير يكون في أشخاص أصدقاء لك، تلاقي إنه علاقتك فيهم عم تتطور لناحية أعمق، يمكن ممكن تروح لحب هاي العلاقة. فبدك تحط ببالك إنه تكون اختياراتك سليمة بهذا الشهر مولود الأسد. حتى ممكن تعزيز الصداقات، يعني مو بدعي إنه بس الصداقة تتحول لحب، لا، ممكن صداقة عادية تصير أعمق بهذا الوقت. الحظوظ كتير جيدة حتى من الناحية الاجتماعية، بتكون مرتاح عامة على الأقل لمنتصف هذا الشهر. من بعد هذا التاريخ ممكن شوي هيك الأمور تهدى مولود الأسد، وتحس أنه أنت بحاجة تكون تعيد النظر ببعض الأمور، ببعض العلاقات، ببعض المواقف، يعني استعداداً لإعلانة بالشهر القادم، لأنه في إعلان عند مولود الأسد بفترة الصيف متعلق يمكن بوضع عاطفي أو ربما بوضع شخصي. هلأ الفترة النص الثاني من الشهر ممكن شوي هيك تحس أنك حابب ما كتير يعني تتعمق بالأمور، ما كتير تقوي علاقة بحياتك، تتردد شوي، تحب تكون هيك لوحدك أكتر، تميل أكتر لعزلة معينة، ما تتجرأ على اتخاذ قرار عاطفي سواء له علاقة بارتباط أو له علاقة بخطبة أو بوعود حتى، أو ربما تعيش بعض هيك المشاعر السرية خليني أقول أو المتناقضة. كتير منكم مواليد الأسد الماضي بيرجع لهم الماضي العاطفي تحديدا، بيرجع لهم بهذا الشهر، سواء ذكرى ترجع لك أو أخبار أو شيء بتسمعه عن أشخاص كانوا بماضيك يعني، أو كان في بينك وبينهم زعل معين، يعني في مشاعر هيك شوي
ما كتير إيجابية بالنسبة لإلك، بس أنا بقول لك يعني مولود الأسد دايما فكر ببكرة وفكر بالمستقبل، لأنه القادم رح يكون لإلك أحلى وأروع بكتير. طبعا في عنا بست الشهر ولادة قمر ببرج الجوزاء، هاي مهمة بالنسبة لإلك، قلنا ممكن تشير لكتير من الأمور، أما أنه بدك تضع أهداف جديدة لحياتك اعتبارا من هذا الشهر، في خطة بدك تمشي عليها، سواء بعمل جديد ممكن تحصل عليه، بدعم معين، بالاتفاق مع جهة أو مع مؤسسة أو مع جهات بعيدة عنك بالمكان بالموقع ممكن كتير، أو بسفر مثل ما ذكرت لأنه كتير وارد بهذا الشهر طبعا. وعنا اكتمال لقمر، هذا لابد منه بكل شهر، اكتمال وولادة ببرج الجدي. هلأ هذا الاكتمال يعني ممكن كتير يكون له علاقة بقضية مالية كانت عالقة، أو بشراكة مالية، أو ربما بحق لإلك، أو بسد بعض الديون والانتهاء من بعض الالتزامات، أو بانتهاء قضية قانونية معينة للبعض منكم يلي بهمه موضوع القانون أو القضاء أو الأمور الإدارية، فممكن كتير تشارف على نهايتها بهذا الوقت. إضافة للأمور الصحية، هلأ بدي خبرك تركت للأخير، أنا الوضع الصحي بده اهتمام بهذا الشهر، يمكن هذا الكوكب المعاكس لك من بداية الشهر يلي هو كوكب المريخ ومتواجد بموقع ما كتير مناسب. فالوضع الصحي ممكن يخصك، ممكن يكون عبارة عن ظرف أو انشغال بأمور صحية العلاقة بأحد أفراد محيطك الكبار بالسن مثلاً، أحد الوالدين أو أشخاص تانيين تضطر أنك تساعدهم أو تصرف وقت اهتمام فيهم، أو حتى تضطر إذا كنت مسؤول لتصرف مال في نفقات صحية بهذا الشهر. عزيزي مولود الأسد بدك تعمل لها حساب من بداية هذا الشهر، بس يعني إذا أنت الموضوع الصحي بخصك فحاول أنه تهتم فيه، لأنه هذا له علاقة من منتصف الشهر، أيضاً له علاقة بانتقال الكواكب تباعاً للسرطان، أيضاً لموقع ممكن يسحب الطاقة منك، فكتير بدك تنتبه. ما بعرف، بدك تعمل تغذية، بدك تنام منيح، بدك تتجنب السهر، لأنه الحياة الاجتماعية بتشغلك إلنا، فحاول أنه دايماً تلاقي أوقات للراحة، وإذا في إجراءات طبية أكيد حاول أنه تثابر عليها وتعمل متابعاتك المطلوبة. طبعاً اعتبارا من تاريخ 22 بتنتقل الشمس للسرطان، هلأ هون بتبلش بتهدأ شوي الأمور، بيصير هيك في نوع من خليني أقول نوع من التأخيرات، نوع من مراوحة المكان، نوع من البطء ببعض الأمور، ولكن هذا لابد منه يعني، معلش عملها، هي فترة خليني أقول انتقائية. مولود الأسد يعني هيك مثل ما بيقولوا حط ورقة كلها على الطاولة، علاقاتك، المواقف اللي مريت معك، حصاد السنة الماضية كلها وعيد النظر، شو الشيء اللي فيك تستغني عنه استغني عنه، شو الشيء اللي كان مفيد لإلك تابع فيه وقويه، الشيء اللي اشتغلت عليه كتير وبقي عالق يعني ما عطاك نتيجة خلاص أكيد اهمله واتركه. هي فترة الحقيقة بتكون شوي ثقيلة، فيها شوية إعادة نظر يمكن ببعض الأمور، وفيها أشياء ماضية بحاجة لتضع لإلى حد نهائي. يسعد لي أوقاتك مولود الأسد، بشوفك الشهر الجاي.